السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل الشيعة كلهم في النار؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، إنما الذي يقول إن القرآن الكريم محرف أو يدعو عليا من دون الله أو يدعو الحسن والحسين من دون الله كي يكشفان عنه ضرا أو يجيبان له مضطرا، فهذا شرك عن الأخير شرك، ولو الكفر يخلد الشرك صاحبه في النار. تعرض لطلق ناري مجهول ومات على إثره بعد 3 سنوات إثر التهاب مكان الطلق الناري، هل يعد من شهداء المبطون؟ الحديث: أمره إلى الله، أمره إلى الله. حكم قتل النمل اللي في المنزل: إذا كان مؤذيا جاز قتله، وإلا فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فرخص في قتل النملة المؤذية، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ بالصور للذكرى: لا يجوز إلى غير ضرورة. هل يمكن تقسيم زكاة المال بين محل الإقامة وقريب ذي رحم في بلد آخر إذا كان من المصارف جاز؟ والله أعلم. أحبك الله يا خالي الأطرش. التار يجوز الحيض أم شرط الطهارة؟ التار سؤال غير مفهوم. حكم النكاح على الإجمال على الاستحباب، ولكنه يختلف تفصيله من شخص إلى شخص آخر. حلفت بالطلاق أن لا أفعل شيء وفعلته، فماذا علي؟ كفر كفارة يمين. خطبني زوج وأبي رفض لأنه فقير. طيب انتظري زوجا آخر بإذن الله، ربنا لا يضيعك. هل وضع العسل والحليب على الوجه للتجميل يجوز؟ نعم، لا مانع من ذلك. حكم قتل الفأر في قفص بل بالتجويع والعطش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما الذي يحبه النبي ويغيظ الكفار؟ يحب النبي أوامر الله سبحانه، ويحب السجود له، ويحب طاعته، وهذا يغيظ الكفار. الناس لا يعرفون أن علامة نيك ترمز إلى آلهة النصر، الناس لا يعرفون ذلك، فلا معنى لإثارة شيء غير معروف لدى الناس وغير متواتر لدى المسلمين في بلادنا. هل يجوز صرف زواج التعارف في الهاتف؟ يعني بدون ولي ولا شهود لا يجوز،
دون ولي وعقد وشهود لا يجوز، كما لا يخفى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هل كذلك يفعلون؟ هل هذا التأكيد من كلام بلقيس أم من كلام الله سبحانه؟ وجهان للعلماء، وعلى أي حال فهو مقر إما بإقرار الله له أو بحكايته عنها على سبيل الإقرار. قيمة منقولات الزوجية من حيث هي واجبة، هل هي مهر أم يجوز الاتفاق على تقييدها والقائها بالاتفاق؟ لكنها في بلادنا مصر جزء من المهر. حبت المرأة تتنازل حقها تنازلت، حبت أن تثبته أثبتته. حكم التجارة في بيع وشراء السجائر حرام، لا ضرر ولا ضرار. امرأة طارت قبل الظهر بساعة، هل تصلي الفجر؟ لا، لا تصليه، وقته انتهى. حكم الألعاب على شكل ذوات الأرواح، هل أتخلص منها؟ لا، الألعاب التي يلعبها الأطفال لا بأس بها. كانت عائشة تلعب بالبنات العرائس الصغيرات مع صاحبات الله، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا أي اختفينا. ما معنى الغابرين؟ فيها معنيان للغابرين السابقين، ومنه قولهم العبر في أخبار من غبر، ومن معاني الغابرين الباقين في العذاب. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى أرجع، حديث لا يصح. سيدفع مبلغ مالي لأخذ وظيفة، فما الحكم؟ لا تدفع ولا تأخذ وظيفة بهذه الطريقة، أخشى عليه كان من الرشوة. هل يجوز أن يشتري أحد لي شيء ويقسطه لي؟ هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك وسلمك الله. هل يجوز الزواج؟ زواج برجل تقدم لي وأنا أحب غيره، أريد النصيحة. انظري إلى ذي الدين منهم، فإذا كان اقبلي ذا الدين، وينبغي أيضا أن تبحث عن ذي دين ترتضينه حتى تحبينه وتؤدين له حقه. ما حكم من ترك زوجها الصلاة وهل تبقى معه؟ إذا كان جاحدا للصلاة فلا تصلي، عفوا، إذا كان جاحدا للصلاة لا تعيش معه، يكون كافرا. أما إذا كان متكاسلا جازت المعيشة معه على الكراهة. مال مضاع في البنك بقصد الادخار ثم مؤخرا وجد أن له عائد، ليس عليك إثم، ولكن خذ هذا العائد تخلص منه للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. يعني ما أدري يا يونس ماذا نصنع يا يونس. ما بكم تضعفون أكثر الحديث؟ مثل يا سمير، أنا بين العلة لسنا بمخترعين، لما هذا ما يؤديه إليه اجتهادنا. حكم قبول أذكار المئات المنقطعة بكلام، يعني سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، ويتكلم ويواصل سبحان الله بحمده، لا بأس. نرجو يعني هذا الذي يتكلم على الذي يأمر بنشر الصور المسيئة للرسول الله صلى الله عليه وسلم شخص مجرم كافر. لا تظن أن الكلام سيجدي، والحمد لله كما قال القائل كناطع صخرة يوم ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كناطع صخرة يوم ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فاطمئن لأن هذه الصور لا تزيد المسلمين إلا ثباتا والحمد لله. هل تجوز سجدة الشكر بعد كل صلاة لنحمد الله على نعمه؟ لم يرد هذا عن النبي، وهو أولى من شكر، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ جائز مع الكراهة. حكم التعامل مع الأم الفاسدة التي تسبب كثيرا من المشاكل؟
جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بالحسنى، هل صحيح قول السيدة عائشة من الإيمان تكفر الإيمان تكفر إلا العتق، الإيمان تكفر إلا العتق والطلاق؟ السؤال غير واضح. هل يجوز التشهير برجل لا ينفق على أولاده لكي ينفق على أولاده؟ وقد تكلمنا معه بالحسنى، يجوز التشهير به، يجوز التشهير به، العقاب بالتشهير جائز، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأيضا قصة الرجل الذي كان له جار يؤذيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الرجل يعظه، أعني الظالم، فلم ينتصح مرتين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج متاعك إلى الطريق، فأخرج المظلوم متاعه إلى الطريق، كلما مر به شخص سأله ما لي متاعك على الطريق، قال فلان يؤذيني، وثبت للرسول فقال اخرج متاعك إلى الطريق، فيسب الناس هذا الظالم، فجاء ومن ثم قال ادخل متاعك ولن تجد مني لخيرا. كيف الجمع بين من بدل دينه فاقتلوه والآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ليست على التخيير كما تفهم، تخيير بين الإيمان والكفر بلا حساب ولا تثريب، أبدا أبدا، بل تهديد. ذبيحة الحي ذبح له ملحد وسمى الله عليها وذبحها بطريقة إسلامية هل تحل؟ كثيرون من العلم يقولون لا تحل، لأن الله قال إلا ما زكيتم، أي أنتم يا أهل الإسلام. مسافر في الخارج وأبي أخذ فلوس أولادي وأبي رافض، هل أخذهم يعتبر حقوق؟ مسافر في الخارج وأبي أخذ أولادي وأبي رافض ولا رافضي؟ مش فاهم السؤال. يوجد أخر، الله يبارك فيك يا أماني، أحبك الله يا يونس. موظف يدخر كل شهر مبلغ من المال حتى وصل النصاب، ومر عليه حول، كيف أخرج الزكاة؟ تخرجها على المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. عمل وديعة في البنك 100,000 لفترة معينة، لا تأخذها إلا بعد انتهاء المدة، لكن تأخذ منها فوق الشهرية. خلال هذه المدة أخذت قرضا ب10,000، تسأل هل حرام تأخذ فوق الوديعة وتسد من القرض؟ حرام طبعا، هذا ربا، بارك الله فيك. أعتقد زوجها أعطاها مال له خاص به، تضعه باسمها في البنك، أخذت منه 10,000 بدون إذن، وبعد سنة تقريبا أعطاها زكاة مال عن المبلغ الذي في البنك لتعطيها لمستحقيها، هل هي عايزة تأخذه وتضعه في مكان 10,000 لأنها الآن متورطة مش عارفة تسده؟ لا يجوز لها ذلك، ينظر 10,000 أين ذهبت بهم. ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر والعياذ بالله. شخص قال لي من هذا عن فلان، فقلت هذا أبي الثاني، هذا أبي الثاني من باب التوقير، فقال لي هذا من الكبائر. ليس من الكبائر، أنت لم تقذف المقاصد لهنيتها. بارك الله فيك. الطهر ماء الحل ميتته، حديث ثابت صحيح. إذا كان إيداعك للمال في البنك لأنك تخشى المال من السرقة فلا بأس. تعليق الصور على الحائط يطرد الملائكة، صور فوتوغرافية. أحبك الله يا سيسي، الشيخ نبيل السيسي.
يعيش في بلد بعد. وقال لامرأتي عند الغضب والتخويف علي الطلاق لن يذهب طفلي الصغير معك المرة القادمة إلا وأنا معكم. ونظرا لظروف قهيرة يجب عليها السفر. يا ذل الزوج ويكفر عن يمينه. لفظ أولي الأمر يختص بالأمراء فقط أم العملاء والأمراء؟ القولان موجودان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر القول الأول أنهم الأمراء، الثاني أنهم العلماء. ودل على الأخير قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأولئك العلماء. أصل في رواية الثقة عن الثقة السماء أو الانقطاع. إذا كانوا متقاربين في الزمن فالأصل السماء. ما لم يكن هناك تدليس. توجد أخت تريد أن ترتدي النقاب لكن المدرسة ممنوعة، فهي تريد أن ترتديه ولكن في المدرسة ترتدي الكمامة، هل يجوز مع العلم أن جزء حواجبها سيظهر؟ إذا كانت مضطرة كل هذا يجوز في حال الإضطرار. شهد على عقد سوري لرجل كتب لزوجته شقته علما بأن له الأولاد، علما بأن له أولاد من أخرى مطلقة، كيف التحلل؟ يلغي الكتابة التي كتبها. هل كانت الكتابة صداق أو ليس بصداق؟ كتابة صداق خلاص انتهى الأمر. ما حكم الشكوى على الإمام للأوقاف بسبب أن صوته ليس جميل؟ إذا كان يخطئ أخطاء شديدة اشتكي، ما عندك مشكلة، لكن أجل حسن الصوت هذه جبلة. أصلي الظهر ونسيت فصليت 3 ركعات، هل أعيد الصلاة كاملة؟ إذا تذكرت عقب الصلاة أئت بالرابعة واسجد للسهو، إذا تذكرت بعد زمن الصلاة تعاد. لا تسمي ابنك البخاري، هناك أحب الأسماء لله عبد الله عبد الرحمن، واسم الأنبياء كذلك إنهم كانوا يتسمون أو يسمون بأنبياء بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. كان قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أحبك الله، هل يجوز إخراج زكاة وإعطائها لصاحب الدين؟ نعم يجوز إعطائها لصاحب الدين إذا كان لا يستطيع السداد. حكم أخذ المال مقابل قراءة القرآن على حسب هل هناك بدعة وهو يحييها أو ليست هناك بدعة. إذا لم تكن هناك بدعة فحينئذ جاز له أن يأخذ. العموم حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذا أقسمت بأن لا أذهب لمكان محايد للصلح مع أشخاص وبعد إصرار الجميع ذهبت، كف عليك كفارة يمين. هل يجوز الإجازة العامة لشخص بعينه؟ مش فاهم سؤالك. نحرك الأسئلة. حكم سبق الإمام بالفاتحة سواء بدون قصد أعد الصلاة أعد عاف القراءة. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا من موعظتي لمعاذ بن جبل لما أطال الصلاة، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فتان يا معاذ. بعدها بين قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم لا محالة فاعلا عفوا قال النبي هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. أيها الناس من أمن منكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ما تفسير قولهم قلوبنا غلف
فيها قولان، أحدهما قلوبنا أعيات للعلم فلا حاجة إلى علمك، والثاني قلوبنا غلف مغلفة لا يصلها من الخير شيء. حكم أن ينام على الجانب الأيسر لأنه يشعر بالراحة، لا بأس بذلك، لكن يستحب أن يبتدي بالجانب الأيمن ثم يتحول. وقد قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا تعرى أحدكم من الليل، أو كان إذا تعرى من الليل، وذكر الحديث تعرى التقلب أثناء النوم. حكم تخصيص يوم المولد بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع، بس لابد أن يعلم أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة مولد، لم يثبت. هل الرقية بالإخلاص والموعظتين والنفس يكون بتكرار واحد أم ثلاث؟ ثلاث: الإخلاص، الفلق الناس وتدخل وتمسح. ثانية: الإغلاق، الإخلاص والفلق الناس ثم تدخل وتمسح ثلاث مرات. حديث من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن دخل الجنة لا يثبت بهذا اللفظ، لا يثبت. حرك الإمام لا يترك مساحة لقراءة الفاتحة، الأقرأ وهو يقرأ، نعم أقرأ وهو يقرأ. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث ضعيف. نعم، حديث الرسول، حديث الأعرابي للرسول أقلني بياتي ثابت صحيح. أعرب وجوب النقاب ومناتي قد اقترب سن بلغهن والمدرسة ترفض ذلك، فبما تنصحونني أرسليهم إلى مدرسة أخرى. هل معنى حديث أبي أن تكون الصلاة على النبي بدلا من الدعاء؟ هذا معناه لك الحديث ضعيف. يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي، نصف صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، يعني القصد التغليب الدعاء، لكنه ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. النقاب مختلف في شينا ما بين، ما قلنا لا، لكن ننصح بالانتقال من المدرسة والمحافظة على الفضيلة. كم نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض ثلاث مرات. حكما حلق جزءا من لحيته عن طريق الخطأ وأصبحت مشوهة للناظرين، يفعل ما يزيل هذا التشويه ولفت النظر. نعم أقلني بيعتي، قال له الأعرابي للرسول، والحديث ثابت صحيح. حديث زيد بن حارثة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الذبح على النصب والطواف حول إساف ونائلة، وذكر فيه زيد بن عمرو بن نفيل، الذي أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع زيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل وقرب له طعاما فقال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، سلد صحيح عند الحاكم.
لا بأس بقراءة مختصر مع أرجو القبول يؤدي الغرض إلى حد ما. هل يجوز المرأة أن تقود السيارة في مكان آمن؟ لا بأس. معنى أقلني بيعتي، يعني أنا بيعتك رد إلي بيعتي. حكم ترديد ألفاظ الإقامة، استحبها بعض العلماء هل ثبت أن سورة الأنعام نزلت في ليلة واحدة؟ لم يثبت ذلك. من الذي وضع علامات الوقف في المصحف؟ الله أعلم، هل هم وضعها بتكليف من عثمان لهم رضي الله عنه، أم الذي وضعها والأسود الديلي أو الدولي أو الديلي؟ حديث اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت لا يصح. عامل ضابط شرطة وقاضي إذا كان يقيمان الحق قدر استطاعتهما فلا بأس بممارسة العمل تقليلا للشر والفساد. إذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها ثم طلقت، هل تجتمع مع زوجها الأول مرة أخرى في الجنة؟ الأمر لله والذي يفعل ما يريد. حركة سريعة. هل الشرب على سبب دفعات من السنة؟ حث النبي على ذلك، وليقول بسم الله عند كل شربة ماء، لا يلزم، ويحمد الله عندما ينتهي من الثلاث شربات، ثلاث جرعات. عندنا كل ليلة جمعة يجتمع بعض الناس في المسجد ويشكلون حلقة للصلاة على النبي، ولكن كل شخص بمفرده. لا بأس بذلك. ما لن يعيش إن الله لا يحب الفحش والتفحش ثابت. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الاحتكار؟ الاحتكار هو حبس الأقوات في حال احتياج الناس إلى لرفع سعرها في الأسواق. حديث عن عائشة أن زوجتي في الجنة في سنده مقال. ما صيغ التسبيح الثابتة في الصلوات؟ الثابتة بعد الصلوات 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، والرابعة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الحمد على كل شيء قدير. ما حكم قراءة القرآن في المقابر وما الذي نفعل عند الذهاب إليها؟ تفعل عند الذهاب إليها أنك تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. الأئمة الأربعة علماء أفاضل ونستفيد منهم ومن كتبهم ومن علمهم، لكن غير متقيدين بواحد، إنما متقيدون بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. صحة حديث عائشة زوجتي في الجنة ضعيف. هل الابتلاء دليل الإيمان؟ أعلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل نهى النبي عن السجع في الدعاء؟
قال ابن عباس لعكرمة: انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. الذي نهى ابن عباس الرسول كان يجتنبه إلا ما جاء توافقا، مثل اللهم رب السماوات وما عفوا، مثل حديث الكسوف، مثل حديث يعني دليل على جواز السجع غير المرتب. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، مجرى السحاب يهزمهم ومزلزلهم، وعندنا اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى السجع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع. إذا جاء توافقا لا بأس، أما التكلف المذموم لا. حكم ربط الخمار النقاب فوق الخمار لا بأس بذلك، هذا مزيد من التستر. هل من الزينة المحرمة أن يظهر الدبوس الذي يثبت الخمار؟ لا، ليس هذا من الزينة. الدبوس ليس من الزينة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي، لا يثبت. قراءة الفاتحة على الميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة لا تحضر طعام الفطور الصباحي لزوجها بسبب النوم، ولم ينفعها الوعظ والهجر، لا يجوز ضربها. جهز لنفسك وخلاص، جهز الأكل لنفسك، الله يبارك فيك. أمي عندها 64 سنة وأبي مات، ممكن تسافر لأخواتها قبل أن تنتهي العدة؟ أختار القلب الجواز. صلاة الظهر 5 ركعات خلاف السنة، فلا تجوز إلا عند النسيان. هل صح الراجح عند العلماء أن مس الذكر يبطل الوضوء؟ الراجح من وجهة نظر القائلين بالركحان، لكن أنا أختار أن الحديث ضعيف. حديثان ضعيفان: هل وإلى بضعة منك، ومن مس ذكره فليتوضأ. امرأة لا تحضر طعام الفطور الصباح لزوجها، خلص أجبنا على هذا. شغل المرة شوية. إن كان هناك إمام أخطأ في مسألة من المسائل، ليس معنى ذلك أننا نجحد كل علمه. حرك كيف يمكن انتقاء حديث الضعفاء كالقاسم بن عوف؟ استخرج حديثه من طريقة النت الآن وجمع كلها، جمع حديث القاسم بن عوف وانظر فيها. حديث المؤمن كالنخلة لا يصح بهذا اللفظ، إنما إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن. أخبروني ما هي؟ قال ابن عمر: فقلت هي النخلة. أو قال رجل: هي النخلة يا رسول الله. فقلت في نفسي: لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. وقالها عمر لابن عمر، لكن أما الحديث المؤمن كالنخلة بهذا اللفظ ضعيف، لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن مثل النخلة، إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن. ثم قال: هي النخلة. هل أوصى النبي بعض الجريد على قبره؟ لم يوصي النبي بذلك، إنما ورد ذلك عن ابن بريدة. هل يجوز حفظ حفاظات الأطفال في سلة القمامة التي فيها بقايا الطعام حيث لا يوجد عندنا مكان آخر لرميها؟ لا بأس حينئذ. جزاك الله خير خديجة.
كنت أؤذن في المسجد وأثناء الأذان تبوأت لا إراديا ولست مريضا بعد انتهاء الأذان أحضرت كوب ماء وسكبت على البول. كنت أؤذن في المسجد وأثناء الأذان تبولت لا إراديا ولست مريضا بعد انتهاء الأذان أحضرت كوب ماء وسكبت على البول. كوب ماء ما يصنع ذنوب من الماء. أثناء الأذان تبول أكمل أذانك وبعد ذلك نظف نفسك واغسل ثيابك وأتي بذنوب من الماء رشه على المكان وإذا كان بولا يغسل. حديث الأوعال ضعيف. كل أحاديث الأوعال والأبدال ضعيفة. أوصى بوضع جريدة على قبره، لم يفعل ذلك النبي إنما فعلها قال على لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم قطع الجريدة تقسمين رطبة وضع نصف هنا ونصف هنا وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبس. أخطر أن تغطية الوجه واجبة. هل يجوز سب الحيوانات؟ لا يجوز سب الحيوانات. قد كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة معها ناقة لها فقالت لها شيء لعنك الله، فقال النبي لا تصحبنا ناقة ملعونة. تبديل الذئب بالذئب حلال إذا كنت ستفعل ذلك يدا بيد هاء وهاء. أخ يتعرض لي أخي يتعرض لي ولأهلي بالسب والبصق، هل أرد عليه هذا وأضربه؟ أنت الأكبر أم الأصغر؟ بين. ما حكم أخذ شعر ما تحت الحاجب للمرأة؟ من حمى حول الحمى يشكو أن يوقعه. ابتعد. ما معنى لكم دينكم ولي دين؟ لكم جزاء دينكم أو لكم دينكم الذي تتعبدون به ولي ديني الذي يتعبد به، وسيرى الكذاب منا مصيره. هل ثبت أن صورة الملك تمنع عذاب القبر؟ لم يثبت ذلك. ما حكم السخرية والضحك على الحيوانات؟ لا تفهمك طعنا أنت بما لا تسمع، طعنا يقول بما لا يسمع. توفي أبي وترك ولد عمره 28 سنة ولم يتزوج، يريد أن يزوج أخواته البنات أخوه أمه مع أنه ورثه ليس بقليل. إذا اتفقوا على تزويجه لهم ذلك جزاهم الله خير، ما أحد أجبرهم. حكم لبس سلسلة الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لكم دينكم ولي دين ليس معناه من لا يتعارض، لك ثواب دينك ولي ثواب ديني، لكن كحكم من بدل دينه سيقتل. حكم أكل القراميط إذا كانت من الجلالة تحبس ثلاثا، من غير الجلالة لا بأس بأكلها. والقراميط هذه تكون في المصارف ومن المجاري في مصر.
فلا يحصل عليها بسهولة، لكن عموما إذا كانت تأكل طعاما طيبا فلا بأس، أما إذا كانت تأكل طعاما خبيثا أو الأشهر أنه خبيث تأكل طعاما خبيثا احبسها 3 أيام حتى يذهب القذر من بطنها. حكم صلاة الشفع والوتر بتسليمه واحدة لا بأس. حكم الوالد الذي ظلم الابن الأكبر ظالم بـ1 دولار بالشيك المصدق مع زيادة الثمن. لما فهم مع زيادة الثمن الدولار بيعه بالشيك المصدق جائز، لكن بدون زيادة. هل صلاة الجمعة، هل صلاة الضحى بدعة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في جماعة عليه الصلاة والسلام، وإن قال قائل لماذا لم يصلها النبي إلا مرة واحدة، قل جاء هذا توافقا. حديث يليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث ضعيف. السلاسل الرجالية تختلف عن النساء، لكن هذا مما عمد به البلوى. أنا لا أعرف أن الرجال يلبسون سلاسل في رقابهم. هل معنى لا يثبت أنه ضعيف أو مكذوب؟ نعم معنى ذلك. هل السجائر حرام؟ السجائر مضرة بالاتفاق، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل الوقوف مع رجل غريب بدون محرم حرام أم مكروه؟ في الشارع مكروه، وتأتي لنفسك بالشبهات، والنبي قال إنها صفية. زكاة المال على الرضيع المدخر. إذا ادخر مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. طيب اختلاس النظر في المصحف أثناء التسميع للمعلمة غش منك للمعلمة. حديث عليكم بالعود الهندي صحيح؟ الأشعرة مبطلون فيما ذهبوا إليه من الرأي في مسائل الصفات. الذهاب للأفراح حلال أم حرام؟ إذا لم يكن فيها فساد حلت، فيها فساد ابتعد لا تجوز. إذا تذكر الإمام أنه دخل الصلاة على جنابه هل يأمر الناس بالإعادة؟ لا، صلاة الناس صحيحة، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هل يجوز أن يقوم الإمام بقصة وقل إنه مسافر؟ إذا كان مسافرا فله أن تقصر، له أن يقصر الصلاة. زوجي مسافر له أن يقصر. زوجة تشك أن حلف زوجها طلاق معلق في 3 وتقصد ماضي أو مستقبل، قال إنه لا يتفوق بذلك من الأصل، يصمو على نفسه. العود الهندي معروف عند العطارين.
هل يجوز أن أرقي الهرة؟ نعم يجوز أرقي الهرة وأرقي نفسك قبل الهرة تأولى من الهرة. ما أدلة القائلين بنسخ صدقة الفطر؟ لا أعلم دليلا ثابتا. أشياء توالف. تحديد الجنين ذكر أو أنثى برغم رزقي ولد وبنتين جائز ذلك ما دمت تعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله، فجائز ذلك ما بجواز الأخذ بالأسباب. النقابة تتنافى مع يسر هذا الدين يا سمير، العفة تتنافى مع اليسر. الله يغفر لك يا سمير، استغفر الله يا سمير نخشى عليك. زوجة المنعاة زوجها من زيارة أهلها من سنوات، هل يجوز لها أن تزور والديها بدون علمه؟ نعم يجوز لها، إلا إذا كان الوالدان يحضنها على الفساد وتقتبس من عندهم فسادا والعياذ بالله. هل من الضروري الإطعام في العقيقة أم توزيعها نيئة؟ كل جائز. كلاب يقومون بهلك الزرع وتحطيمه، هل يجوز قتلهم؟ يجوز. يعني ماذا يقول الشعب في بلدك في رزية الخميس؟ نقول إن عمر اجتهد وجنبه الصواب في الاجتهاد، هذا الذي نقوله، أما التعمد لا. إمام مسجد صلى الجنازة بدون وضوء ناسيا ولا متذكر إلا بعد الدفن، صلاته باطلة وصلاة المصلين صحيحة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فين أصابوا فلكم ولهم من أخطأ فلكم عليهم. ما مواقيت الصلاة؟ وقت الفجر يظهر بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينتهي بإدراك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. وقت الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة في السماء وانحرفت قليلا. وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثل المضاف إليه ظل الزوال. وقت المغرب إذا سقط قرص الشمس. وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر والحمر التي تكون في السماء في اتجاه الحمر التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس ثم الشفق الأحمر، إذا سقطت دخل وقت العشاء. هل يجوز صلاة النافل بقراءة الفاتحة فقط بعد سنة الفجر؟ تجوز، لكن قراءة سورة أفضل. هل صحيح أن ناقد صالح وكلب أصحاب الكهف يدخلون الجنة؟ لا نعلم دليلا على ذلك. أشياء غريبة. أربعة في الجنة ذئب يوسف أصحاب، كلام غير صحيح. قراءة سورة الملك والسجدة قبل النوم لا يثبت بهما الخبر. أخ لي يقوم بإخراج زكاة المال في أول يوم من رمضان وتحصل على مبلغ كبير من المال قبل، يعني ممكن يخرج الزكاة قبل حلول وقتها. جوز الطيب لا أراه مسكرة، والله أعلم. ما رأيك في كتاب العزلة للخطابي؟ العزلة ما أذكر ما فيه الآن، لكن عموما إذا كنت في
أرض فتنة ولا تستطيع أن تميز الحق من الباطل، واخشى عليك أن تجبر على القتال فابتعد، ابتعد، الفتنة أشد من القتل. صليت الفجر الأول وبعدين صليت السنة عشان الشروق يدخل، لا بأس، لا بأس بالذي صنعته. من قرأ سورة الكافي جعل له نور أو وضع له ما بين الجمعتين، سنده ضعيف بذكر يوم الجمعة، بذكر عفوا سنده ضعيف مرفوعا، صاب أنه من كلام أبي سعيد الخدري. الأرض المؤجرة الزراعية هل عليها زكاة؟ وعلى من تجب الأرض المؤجرة الزراعية؟ على المستأجر، على المستأجر، لكن إذا كان مؤجرها بالفلوس ينضم هذا المال إلى مال الرجل الآخر، إلى مال الرجل الآخر، وإذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكي. يعني زكاة الأرض مستأجرة لشخص هو الذي يزرعها ويقوم عليها، فهو الملزم بزكاتها نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. أما إذا كان التاجر هو المسؤول، المؤجر له المسؤول، فهو الذي يزكي عليها. أستغفر الله، هنا تداخلات يا إخوة. رجل أجر أرضا لشخص، زرعها الشخص، أنتجت، من الملزم بزكاتها؟ المستأجر ملزم بزكاتها. لكن هب أنه أجرها له بالزرعة، قال له نصف الناتج لي ونصف الناتج لك، حينئذ كل سيزكي، كل سيزكي. إلا أن ابن عمر وابن عباس يرياني أمرا في هذا الباب، أن تكاليف الإيجار تخصم من الناتج قبل إخراج الزكاة، خلافا للجمهور الذين يقولون تكاليف الإيجار أصلا خففت من العشر إلى نصف العشر، دخلت في التخفيف. وإن كان التخفيف هذا نشأ، إذا كانت تسقى بالآلة نصف العشر، تسقى من السماء العشر، فأدخلوها في تكاليف الآلة، أدخلوا ابن عمر وابن عباس، لكن عفوا الجمهور. أما ابن عمر وابن عباس يقولان يخصم الإيجار من الناتج ويزكى على المتبقي. بعد تعرض للحائض من شرط النوم، الحديث من تعرى من الليل، تعرى التقلب في الفراش أثناء النوم فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، ثابت صحيح في البخاري. هل يصح كلام من يقول للنساء أكثر أهل الجنة لأن كل رجل في الجنة له زوجتان؟ كلام على نساء الدنيا أخي الكريم، نساء الدنيا طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، لا يصح سنده. هل يجوز أثناء الحج شراء شيء من مكة بعد الانتهاء من طواف الوداع، الأشياء الخفيفة في الطريق؟ لا بأس. حكم حديث من حفظ 40 حديثا حشر يوم القيامة مع العلماء لا يصح، لا يصح. الفرق بين الحديث الضعيف والمعلول، المعلول قد تكون العلة قادحة وقد تكون العلة غير قادحة. فإذا كانت العلة قادحة أصبح ضعيفا، أصبح ضعيفا فيساوي الضعيف، إذا كانت غير العلة غير قادحة فهو صحيح. يعني مثلا سعد بن المسيب عن أنس أو عن ابنه، سعد بن المسيب عن أنس أو عن أبي هريرة، سواء قلت هذا أو ذاك فالسند صحيح، فلا تأثير له على سلامة، لا تأثير له على سلامة الإسناد.
الأخ يسأل في عندكم مصر حر، لأن شايفني مصاب بالحر، لكن المصابيح والكشافات، الكشافات والمصابيح تعطي حرارة، الجو رطب. الله يحفظك. التسبيح أثناء مشاهدة فيلم أو مباراة، أما المباراة الأمر أيسر، لكن تجد رجل يقبل امرأة وتسبح، يعني هذا أقول لك الله أعلم. أقول لك ابتعد عن الأفلام والقاذورات، ابتعد عن الأفلام والقاذورات، بارك الله فيك. حديث أركان الإسلام وتقديم الحج على الصوم، هل هو صحيح؟ تقديم الحج على الصوم، هذا الواو لا تفيد الترتيب، هذا ابتداء في كل الأوقات. وثانيا، ليست كل الطرق قدم فيها الحج على الصوم، بعضها قدم فيه الحج وبعضها قدم فيه الصوم. صحة قول رضا الأم برضا الله، لا يلزم هذا، رضا الأم في طاعة الله. افترض أن الأم منتكسة وامرأة متبرجة وتريد من ابنتها التبرج، كيف نقول لها أطيعها وطاعتها طاعة لله؟ كلام باطل، إنما الطاعة في المعروف. رجل ثروته كلها حرام، ماذا يفعل وهو تائب الآن في هذا المال والمسكن والمركب؟ يخرج قدر استطاعته، والذي يبقي على حياته يقيم بها حياته لا بأس، إلى أن يوسع الله عليه سد يخرج الباقي. حديث يجتمعون في المساجد ليس فيه مؤمن لا يصح. رفع اليدين بالتكبير في كل ركعة في صلاة الجنازة، هذا رأي الجمهور من العلماء بناء على أثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه. يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبناء على القياس على الصلوات المعتادة. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم يعود فضعيف. ما قلنا التكييف حرام، قل التكييف مضر كل شيء بقدر. الكشافات تحترق من شدة الحر فترطب أحيانا. ما رأي في شيخ يقرأ على امرأة العلاج في وجود محرم لها؟ هل هناك تجاوزات أو ليست هناك تجاوزات؟ انتبه، هذا يجر إلى الفتن. الله يبارك فيك. حديث يعجب ربنا من رجلين، أتممه، لأن في عدة حديث في هذا الصدد. حكم الاستثمار في محل ذهب بالمال ويكون له ربح غير محدد حسب المكسب. إذا كان التاجر فقيها وأمينا، لأن طبعا كثير من تجار الذهب ماذا يصنعون؟ يبدلون مع الفارق، أو يغسلون الذهب القديم ويجعلونه كالجديد غشا وتزويرا. يلزم أن يكون أمينا وفقيها. وفقيا يعني بالتجارة الذهب. هل صح كلمة معجزة على صنع البشر للتهويل في الحسن؟ يعني تجوز في الكلمة هذه معجزة، كيف أتيت معجزة؟ يعني أمر معجز، يعني أتصور هذا. لكن طبعا صنع البشر كله ليس بمعجز لله سبحانه وتعالى، وليس بعزيز على الله. لكن التجاوز في الألفاظ أحيانا يغتفر، أحيانا إذا كان المعتقد صحيحا. هل دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ولحيته بالزيت؟ في حديث في سنده بعض المقال، كل زيت والدهن وفي أنه يخرج من شجرة مباركة، لكن ورد أنه كان يتطيب وكان يغسل رأسه ويمشطه عليه الصلاة والسلام. ما غطني بالسؤال. كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب الحج، لا كوقي في الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كيف الاختلاط لا يجوز في الحج والعمرة يوجد؟ سمير، هذا يتبع المتشابه من أول المسألة وهو عيد خراب.
ماذا يا سمير؟ ماذا بك يا سمير؟ أنت تحدد الله يا سمير أو ماذا؟ تتعترض على الأحكام الشرعية بشدة يا سمير، توب يا سمير. سمير من السمر أو سمير، لا، هل في سمير صالحون كثر؟ هل أداب الحديث واجبها على الوالدين أثناء الحديث مع الابن؟ واجب على الوالدين أثناء الحديث مع الابن أم لهم الحرية؟ يعني الأب أيضا يتكلم بالكلام الطيب مع ابنه، يتكلم بالكلام الطيب مع ابنه، يعني ليس من حق الأب أن يسب ولده بلا سبب. ما حكم الوقف على الذكور دون الإناث؟ أرى أن هذا في ظلم. هل ثبت عن رسول الله أنه جمع صلاة الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟ صلى ثلاثا، ورد يعني صلى أكثر من ثلاث بتسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام. هل تجزئ البقرة للعقيقة؟ اختاروا القول بالجواز. أجتدي بيد القدر سيلا إلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.